بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع حل اختبار منتصف الفصل الثالث للصف السادس الابتدائي، اكتب كل كسر عشري فيما يأتي بالصيغة اللفظية، يعني هنا يريد كتابته باللغة العربية. أول كسر ده بننطق ونقول إيه؟ 6 من 10، 6 من 10. اللي بعده 12 و65 من 100، 12 ده عدد صحيح، وخمسة و 60 من 100، 12 و65 من 100. التالت 3 و91 من 10 آلاف، لأن هنا مش من ألف، هنا من 10 آلاف. 3 صحيحة، و91 من 10 آلاف، حطها فوق هنا كده، 3 و91 من 10 آلاف. اللي بعده 25 من 100، 25 من 100. اكتب كل عشري في كسر عشري فيما يأتي بالصيغة القياسية والتحليلية. أول حاجة الصيغة القياسية 14 من 100. طيب نمسح اللي فوق دول علشان يكون ظاهر، اطلع لفوق شوية. قياسية وتحليلية. القياسية يعني العدد عادي، يعني بالحساب نكتب كده 14 ونعمل علامة من 100. دي الصيغة القياسية. أما الصيغة التحليلية هنعمل كده، نفتح قوس وهنا نضرب الصفر ضرب ضرب واحد، طبعا بالصفر اللي هو قبل العلامة، اللي هو قبل العلامة، زائد واحد ضرب 1 من 10 اللي هو 1 من 10، زائد حط هنا قوس كده عشان ما ننساش، زائد 4 ضرب 1 من 100، 1 من 100 اللي هي 4 من 100، اللي هي 4 من 100، يبقى 4 ضرب 1 من 100 تديني 4 في خانة المئات، والتاني 1 ضرب 1 من 10 اللي هو 1 في خانة العشرات، والصفر الأولاني ضرب 1. طيب العدد اللي بعده 15 و72 من 100، 15 و72 من 100. هنكتبها هنا اهو كده اهو، او 15 هنا كده، واللي 72 من 100 أمامه. بعدين نحلله. أول حاجة 1 ضرب 10، 1 ضرب 10 اللي هو في خانة العشرات، زائد 5 ضرب 1
اللي هي الخمسة في الآحاد زائد سبعة ضرب واحد من عشرة اللي هي السبعة من عشرة زائد اتنين ضرب واحد من مية اللي هي الاتنين. يبعد بيت محمد مسافة 2.5 كيلومتر، اكتب هذه بطريقتين مختلفتين. الطريقة الأولى أنا هكتبها بالطريقة التحليلية. أول طريقة أقول له 2 ضرب 1 زائد ده قوس عشان نبقى عارفينه زائد 5 ضرب 1 من 10 دي الطريقة التحليلية. الطريقة اللفظية نكتبها بقى بالطريقة اللفظية ونقول له 2.5 كيلو ثواني نصلح اسنان دي 2.5 كيلو دي الطريقة اللفظية. نمسح اللي فوق يبقى عملناها بالتحليلية واللفظية، تحليلي ولفظي. قارن بين كل كسرين مستعملا أكبر من وأصغر من ويساوي. نروح لأول حاجة، دي في هنا رقمين وفي هنا رقم، يبقى أنا لازم إيه أعمل أحط هنا صفر، لازم أحط هنا صفر. بقى اتضح دي 60 من 100 ودي 6 من 10، يبقى 6 من 100 أصغر، 6 من 100 ودي 60 من 100، طبعا دي أصغر. هنا لازم أحط هنا صفرين، دي 400 من 1000 والتانية 4 من 1000، يبقى 400 أكبر من الأربعة. في هنا 3 أرقام وهنا 3 أرقام، هنا 3232 وهنا 3202، طبعا دي أكبر. هنا لازم أحط صفر فهتطلع معايا يساوي. تمام كده ماشية الأمور. ننزل لتحت، الجدول يبين كتلة حبتين من التفاح، أي منهما كتلتها أكبر؟ أي منهما، في تفاح وبرتقال. شوف هنا دي 20 ودي 23، طبعا البرتقال، يبقى إيه البرتقال، هتبقى أقول له البرتقال. البرتقال أكبر لأن دي أكبر من دي ب3 من 100. هنا السؤال ده بيقول لي رتب من الأصغر إلى الأكبر. لو بصينا هنا نشوف 1 وقدامه 5 خانات، 1 2 3 4 5، ويبقى لازم نحط اصفار هنا نكملهم 5 خانات، لازم نكمل هنا يبقى كله 5 زي بعض. وبعدين نشوف مين اصغر شيء. هنا في
10,100، العدد هنا 10,100، وهنا 1010، وهنا 1100. طبعا 1010 ده أصغر شيء، والـ1100 ده تاني شيء، وهنا 10,100 تالت شيء، وهنا في عشان في هنا واحد صحيح يبقى ده رقم 4، يبقى أو أصغر شيء 1010، وبعدين 1100، وبعدين 10,100، وبعدين الواحد الصحيح مع الواحد من 100,000. يبقى كده رتبناهم، بس لازم ما ننساش نحط الأطفال عشان نرتب صح. نروح نكمل. قرب كل مما يأتي إلى المنزلة المشار إليها. جزء من 10، جزء من 10 يعني الاثنين هنا. بنشوف فيها قبلها، طبعا التمانية هتفضل زي ما هي والفاصلة زي ما هي. الاثنين اللي قبلها، هل 5 عشان تعطيها؟ لا، أصغر من 5 يبقى مش هتعطيه، يبقى الاثنين زي ما هي بس، ونحذف الباقي. إلى أقرب جزء من 1000، جزء من 1000 اللي هو 7. التسعة تعطيه يعني هتبقى 8، والتمانية اللي بعدها 8، والصفر، ونعمل الفاصلة ونكتب 10. طيب إلى أقرب جزء من 10,000، عشرات، مئات، آلاف، 10,000 اللي هي الأربعة. الواحد اللي قبلها مش هيعطيها، يعني هتبقى الأربعة زي ما هي كده، ووراها 3,8,1، 3,8,1، وبعدين نعمل الفاصلة ونحط ايه؟ الاتنين. يبقى الواحد بس هو اللي هيتحذف، ويطلع العدد كده 3,814 من 10,000. هنا جزء 10,000، 10,000. قدر كل ناتج مما يأتي مستعملا التقريب. احنا لما بنستعمل التقريب في الأعداد الأولية، دي هتبقى 19، ودي هتبقى 4، ونطرحهم من بعض يساوي 15. هنا 42 برضو ممكن تتقدر بطريقة تانية. 18 دي ممكن تبقى 20، ولا 4 تبقى 0، بس هو ده التقريب الأفضل. يعني 42 هتبقى زي ما هي 42، و الـ13 زي ما هي. ونقول 12 دي هتبقى 12، 12 ناخد منها 3 يبقى باقي عندي 9، و 3 ناخد منهم 1 يبقى باقي 2، يبقى 29. فيه ممكن تتقدر بطريقة تانية، نقول إن دي 40، والتانية دي هتبقى 10، يبقى يساوي 30. ده بالنسبة للتقدير، كأنك بتقرب عدد أولي وتشيل الكسور. لو استخدمنا الكسور تبقى 29، بدون الكسور تبقى 30. برضو اللي فوق اللي كانت دي الاول دي كانت ممكن تبقى 20، والنقص منها الاربعة دي هتشيل خالص، يعني تبقى صفر كده.
يعني يساوي 20. ده بالنسبة للتقريب اللي هو كأعداد كلية مش أعداد كسرية. نطلع لفوق شوية. قدر ناتج كل مما يأتي مستعملا التقريب. هنقرب هنا اللي عاديها هتبقى 12، واللي بعدها هتفضل 12، ودي برضو هتبقى 12، ودي هتبقى 12. لما 12 في 4 نضربهم بقى في 4، أو نعملهم كده نجمعهم، هيبقى 48. لو عملناها بطريقة الأعداد الكلية، يعني لو نقول الأستاذ أو المعلمة ممكن تبقى دي 10، ودي برضه تبقى 10، ودي برضه هتبقى 10، يعني كلهم عشرات، اللي هي اللي أنت بتقرب، لأن أصغر من الخمسة برضه يعطيني 40. ده بالطريقة كأعداد كلية مش كأعداد كسري. والطريقتين دول جم في الدرس، يعني دي جت ودي تا. بس الأولانية التقدير الصحيح، وهذا التقدير الإيه كأعداد كلية وليست أعداد كسري. يبين الجدول أدناه كتل 4 طرق. هنا هو بيقول لي عاوز إيه؟ التقدير، ما أقرب تقدير. التقدير الأقرب يعني لازم بقى نقرب بالظبط. هل التسعة تعطي للتلاتة؟ يعني هتعطيني كام؟ يبقى هنا 54. طيب والتمانية تعطي دي 65. ده اللي احنا كنا لسه بنقول عليه، اللي هو بالتقدير الصحيح بالكسور مش كأعداد كسرية. وهنا 61 هتفضل زي ما هي، والستة هتعطي للسبعة، يبقى هنا 58. ده التقدير الايه الاقرب. لكن لو احنا بقى عملنا 50 والتانية 60 و60 و60، ده تقدير اللي هو كأعداد كلي. لو جمعنا بقى نقول 4 و5 9 و11 و8 18، يعني 18، يعني هي طالما فيها 18 يبقى هي دي هي الإجابة الصحيحة. أوجد ناتج أو جمع أو جامع أو طرح الأعداد التالية. هنجمع الأحاد مع الأحاد، نقول له 3 و7 10، صفر، ومعايا الواحد، حط الواحد هنا عشان ما ننساش، بقى 2 2. احنا هنا في مشكلة ما عملناهاش، لازم نجمع، نحط هنا صفر من عشان في هنا رقمين وهنا رقم، يبقى 3 3 و0، هنا 3، دي 3. اعملها تاني اهي، اول رقم هنا ده 3، حطينا الصفر هنا، وواحد وسبعة يبقوا 8. وبعدين نحط الفصلة العشرية ونجمع بقى 7 و1 برضو 8، بس نحط الفصلة اهي، و6 و3 9. هنا في عندي رقمين برضو لازم نحط هنا صفر، عشان
تبقى الأرقام مظبوطة. صفر هنقص منه 4 مش هينفع، يبقى هنا 10، ودي بقت 1. 10 هناخد منها 4 يبقى معانا 6، والواحد ناخد منه 9 مش هينفع، يستلف واحد من اللي جنبه، بقى هنا 11. خليها ورا شوية كده، وده بقت الواحد ده بقى 0. 11 لما ناخد منها 9 هيفيد معانا 2، ونحط الفصل عشان ما ننسهاش. بقى عندي هنا 0 هاخد منه 2 ما ينفعش، هستلف واحد من هنا، بقت 10، ودي بقت 4. الخمسة بقت ايه؟ 4. 10 لما ناخد منها 2 يبقى 8، والاربعة ناخد منها 1 يبقى 3. تمام. لدى مها قرص مدمج سعته 5 و65 جيجا بايت، وتريد تخزين مادة تعليمية عليه حجمها 1.75 جيجا بايت، فما السعة التخزينية التي ستطبق؟ هناخد ده ونطرح منه العدد، نحطهم زي ما اتعلمنا كده تحت بعض، وهنشوف اللي هيفضل معانا كام. 5 ناخد منها 5 يفضل 0، والستة هتستلف 1 هتبقى 16، ودي بقت 4. الستاشر لما هتاخد 7 يفضل معانا هنا 9، ونحط الفصلة عشان ما ننساش، أربعة خدت منها 1 بقت 3. خليها ابعد عنها شوية كده عشان تبقى واضحة اهو. يعني اذا هتطلع معايا 3 جيجا بايت و90 من 100. نحط الفصلة هنا كده، 93 من 100، واقول له ايه؟ جيجا بايت. نكتب له بالعربي كده عشان تبقى التمييز بتاعها مظبوط، جيجا بايت. دي المساحة اللي هتبقى متبقية بعد ما تخزن عليه. وكده نكون خلصنا الاختبار. ما تنسوش اللايك والدعاء والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.